استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني في قصر الصافرية هذا اليوم اللورد نورمان فوستر، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وقد أطلع اللورد فوستر جلالة الملك المعظم على عدد من مشاريعه وخططه التنموية، ورحب صاحب الجلالة باللورد نورمان فوستر وشكره على زيارته للمملكة، مشيدا بالعلاقات الطيبة التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة الصديقة، وبما يقدمه اللورد فوستر من خدمات ومشاريع واستشارات في المجالات التنموية والهندسية، متمنيا له دوام التوفيق والسداد. وقد أعرب اللورد نورمان فوستر عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على ما لقيه من حسن استقبال.